مساء الخير. احنا هناخد بالظبط يعني اقل من 10 دقائق، 8 دقائق، مش هنعطل حضراتكم. احنا هنتكلم عن مجموعة الأدوية اللي احنا ممكن نستخدمها في الانفيرتيليتي. هم أربع أدوية، مش هناخد كتير، لكن هنقول بعض الحاجات الجديدة. ميلي إبسا بتتكلم على ثلاثة هرمونز، الفوستيمون، ميريونال، كوريمون، بالإضافة للبروجسترون، البرونتجست أمبول والبرونتجست 400 و200. بالنسبة للفوستيمون والميريونال، ميلي بنستخدمهم في حالات الانفيرتيليتي. قبل ما نتكلم على الانفيرتيليتي، الفاكتورز اللي بنشوفها، وأكيد في حضراتكم الداتا دي بالنسبة لكم مش جديدة لكن مهمة، الميل فاكتورز 40% تقريبا، الفيميل 40%، الكومبايند فاكتور ما بين الميل والفيميل تقريبا 10%، الانكسبليند انفيرتيليتي تمثل 10%. الرول اوف جونادروبينز في الانفيرتيليتي تريتمنت تقريبا اكوردنج للداتا اللي موجوده بتمثل 89% من الحالات اللي ممكن نشوفها في حالات الانفيرتايل كابل ممكن نستخدم معاها الجونادروبينز، ما عدا 11% بس ريليتد لليوتراين فاكتور. السورس اوف جونادروبينز الموجوده في العالم كلها هم مصدرين بس، مصدر ليه علاقه بالهيومن او اليورين، عشان كده بنسميه هيومن تايب، والجزء الثاني ريكومبرنت، وده الجزء المصنع الموجود موجود هنا في مصر وموجود برضو في العالم. الجزء اليورينري موجود منه تراديشنال او اولد جنريشن من الهيومن تايب، وفي جزء اللي ابسا بتتميز بيه اللي هو الهايلي بروفايل او الهيومن تايب هايلي بروفايل جونادروبينز. الثلاث ادويه الفوستيمون، ميريونال، كوريمون، اكوردنج للتركيزات الموجوده. احنا بقالنا فتره ما كناش بننزل في الماركت الفوستيمون او الميريونال 150، كان الموجود توتالي 75 انترناشونال، دلوقتي بقى موجود التركيزين 75 وال 150. الكوريمون في الفتره الاخيره يمكن في افيلابيلتي للكوريمون دبل اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت، ودي ان شاء الله هتزيد اكتر من كده الفتره اللي جايه. الايفيدنس بيز ميديسن ابديتس الخاصه بالهرمونز او باستخدامنا للهرمونز في الانفيرتيليتي، كوكرين في 2011 اتكلمت على استخدامنا للهرمون سواء كانت او جونادروبين سواء كانت يورينري او ريكومبرنت، ما كانش في اي فرق في البريجنسي، لكن كان في فرق في حاجات تانية مهمه خاصه بالفيميل اللي انا بتعامل معاها، سواء كان كواليتي اوف اوسايت، ودي حاجات اكيد المعمل ريكومند ليها، فرق الكواليتي ما بين الاثنين. اليورينري او الهيومن تايب بيبقى افضل بكتير جدا من الجزء المصنع او الريكومبرنت. الامبلانتيشن ريت اكوردنج للكوكرين برضو كان اعلى بكتير مع الهيومن تايب او الفوستيمون والميرينال، بالاضافه الى البريجنانس ريت العالي. الفرق الكبير ما بين الفوستيمون او الميرينال وما بين الادويه الموجوده في الماركت بيتلخص في التشينز الموجوده في الدواء نفسه. الفوستيمون او الميرينال في اربعه تشينز زي ما حضراتكم شايفين، دول بنسميهم الاسيتيك ايزوفورم، ده اللي ربنا خلقه، يعني اللي ربنا خلقه في اربعه تشين من الاسيتيك ايزوفورم. كل ما قل التشين اللي لونه احمر فوق دون، كل ما قل الافكت بتاع الهرمونز اكوردنج كمان للسايكلز اللي احنا ممكن نشوفها، يعني الفوليكولار سايكلز موجوده في الفيميل. لو حضرتك شفتوا اللون الاحمر هو اللون الدوميننت الموجود في السايكل، وده معناه ان توتال اف سي اتش لو الاسيتيك ايزوفورم بتاعه او الجزء الاسيتيك قل، ده معناه ان الريزلت بتاعه الهرمونز ده قل، وده اللي ربنا خلقه. اكوردنج كمان لزياده في السن او في العمر، لو حضراتكم تشوفوا هتلاقوا في الكيرف الثاني اللون الاحمر ده زي ما ربنا خلقه كده، الجزء الاسيتيك بيزيد مع الزياده في السن، والجزء البيزك الازرق اللي تحت بيقل، ده معناه ان الاسيتيك ايزوفورم ليه لازمه. في جورنال كلينيك اندوكرينولوجي ميتابوليزم في 2009 قالت ان الهرمونز او الجونادروبينز اللي الاسيتيك ايزوفورم بتاعها قليل او بيزك ما بيعدي في الليفر، بيعدي على اسايلوجلايكوبروتينز ريسبتورز، ودي بتكسر الهرمونز اللي بيزك او مينلي بيزك مش اسيتيك، ده ريسبتور موجود في الليفر. لكن وانس ان عدى هرمونز او جونادروبينز اسيتيك ايزوفورم،
ده بيعدي من غير ما بيعدي على الريسبتورز دول، لان الريسبتورز اللي حضرتك شفته اسمه اسايلو جلايكوبروتين، يعني اي جوناتروبينز مفهوش السايليك اسيد لازم يعدي على الريسبتورز دول. وبالتالي لو الجزء الاسيدك عدى ما بيتكسرش في الليفر زي ما حضراتكم شايفين، وبالتالي بيديني افكت على لونج تيرم، يعني ممكن تكفر 24 ساعه، لكن في حالات اللي بيتكسر فيها البيزك ما بيغطيش اليوم كله. عشان كده الافكت بتاع السيالك اسيد او الجزء الاسيدك مهم جدا. واكوردنج للبيبر دي بتقول يعني زي ما ربنا خلقه كده، يعني اليورينري اكيد ربنا ليه حكمه في انه يبقى اسيدك. زي ما حضراتكم شايفين الاسيدك ايزوفورم كمان فاسيليتيت الفوليكولار ديفرنشيشن اند ماتوريشن عن الليس اسيدك. وزي ما حضراتكم شايفين ان الاسيدك بيقدر تو ماتوريت اكبر عدد من الفوليكل فيرسس البيزك. احنا قلنا في الاول ان الاسيدك ايزوفورم هو اليورينري والبيزك ملي كل الحاجات التراديشنال القديمه او الريكوبرنت. عشان كده لما جت ابسا بتحاول تعمل برودكت هايلي بروفايل، وكلمه هايلي بروفايل ده معناها انه بيعدي على البيوريفيكيشن ستيبس عاليه جدا، ما تكسرتش الاسيتيك ايزوفورم، اتحافظ عليها زي ما هي، وفي نفس الوقت البيوريتي الخاصه بالهرمونز اعلى بيوريتي تقريبا تساوي 97%. ولو حضرتك شفتوا الكيرف ده الاسود ده بيقول ده تراديشنال او الاولد اتش ام جي او الاولد اف سي اتش فيرسس اللي في الوسط دي باند واحده من البروتين اللي هي باند الاف سي اتش. عشان كده توتالي الهايلي بروفايل هيومن تايب فوستيمون او مرينال اتشيف الهايلي بيوريفيكيشن مع الهايلي جلايكوفيليتد او الاسيديك ايزوفورم اللي احنا محتاجينه الطبيعي الموجود في الجسم. الفوستيمون مينلي ليه استخدام كبير جدا في حالات البي سي او، تقريبا من 80 ل 90% من الحالات اللي ممكن نشوفها ممكن تبقى ريليتد للبي سي او، نقدر نستخدم معاها الفوستيمون از بيور اف سي اتش وزود ال اتش. المريونال از ا برودكت عباره عن فوستيمون او اف سي اتش لكن بيبقى عليه اتش سي جي، يعني كوريمون وليس ال اتش. الاتش سي جي موجود في المريونال ده علشان يديني افكت لفتره طويله من الليتش. الكوريمون الموجود في المريونال كفر تقريبا 48 ساعه لحد ما يتكسر. ال اتش الموجود في الاتش ام جي او اي برودكت تاني كل الريفرنس بتقول انه بيشتغل لمده بالظبط من ثلث ساعه لساعتين. الرول اوف مريونال تقريبا احنا بنتكلم على نسبه كبيره جدا من الحالات اللي ليها علاقه بالانفيرتيليتي اكتر بكتير من ايه الفوستيمون. احنا اتكلمنا على المريونال بالتفصيل، دي تفصيله بتاعته انه هايلو اسيدك، وكمان في اخر جزء موجود انه بيحتوي على نسبه كبيره من الاتش سي جي. ده الانسرت مكتوب فيه كل الداتا اللي اتكلمنا عنها، ودي بالتفصيل الفرق ما بين توتال الادويه. احنا مش هناخد اكتر من دقيقتين كمان. الكوريمون بس بطمن حضراتكم ان دلوقتي توتالي افيلبل في الماركت، سواء كان في الفارماسي او في الموزعين بصوره احسن شويه من الفتره اللي فاتت. اخيرا البرونتوجست، البرونتوجست الموجود في الماركت ثلاثه فورم، الامبول والبرونتوجست بيسرس 400 والبرونتوجست بيسرس 200. البرونتوجست امبول و400 مينلي الانديكيشن في اليوتيل فيز سبورت، سبيشالي في حالات الاكزي او الاي في اف ستارتنج بالامبول، وده كفر لمده 10 ايام وممكن نكمل بعد كده باللبوز 400. في اليوتيل فيز سبورت او في ستريتند ابورشن يفضل ان احنا نبدا بالامبول علشان الامبلانتيشن ريت. بالنسبه للمينتنس هيكون بالبرونتوجست 400. هيومن ريبرودكشن في 2007 قالت ان مين اللي ستارتنج بالامبول، زائد ان الفاجينال بيسز ذا موست افكتيف برودكت فيرسس الاورال بروجسترون. مين اللي استخدمنا الاثنين تو الاو الامبلانتيشن اند تو مينتين الامبلانتيشن زي ما اتفقنا قبل كده. اخيرا يعني احنا نحاول نعدي السلايد اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول، وهنتكلم بعد كده على البرونتوجست في البري تيرم بيرس تو سلايد. البرونتوجست في البري تيرم بيرس حضراتكم عارفين ان الديفلوب كانتري بتتكلم تقريبا على 12% من الحالات بيظهر فيها
12 و7 من 10 ريتر بيرست. ده بالنسبه لنا نتيجه فاكتورز كتيره جدا بتاثر وبتظهر البريتيرم بيرس، اهمها الهيستوري للبريتيرم بيرس، الشورت سيرفكس، المالتيبل بريجنسي، اليونج ايج، الري انفكشن مع البور نيوتريشن. نسبه كبيره جدا في الديفلوب كانتري، احنا شايفين ان هي ممكن تكون في مصر اعلى من كده بشويه او اعلى من كده بكتير. البروجست 200 دلوقتي ابروفد تو از ا بروفلاكسس فور البريتيرم بس according لل FDA 2011 قالت ان هو نقدر نستخدم البروجستين 10 من الاسبوع ال 24 once daily في حالات البريتر بس. احنا بنشكر حضراتكم ونتمنى ان شاء الله يكون لنا انفيتيشن في مؤتمر تاني باذن الله. بس كده.